يسعد أوقاتكم جميعاً وأهلاً وسهلاً فيكم بقناتي مطبخ تغريد. رح أحضر معكم اليوم كبسة الدجاج بطريقة وطعم مميز مع طريقة شوي الدجاج بالفرن وكل أسراره لياخد معكم اللون الذهبي. بداية عندي هون حبة دجاج كاملة، أنا شلت منها عظمة القفص الصدري، رح أغزغزها بالشوكي بشكل كتير منيح، طبعاً غاسلتهم بشكل مسبق ومنظفتهم، ورح أجهز للتتبيلة. بإناء رح أضيف مع الأصغيري فلفل أسود، مع الأصغيري كزبرة، مع الأصغيري من توابل الكبسة، مع الأصغيري فليفلة حمرة، نصف مع الأصغيري قرفة، ونصف مع الأصغيري هيل، ومع الأصغيري توم بودرة، فنجان من صلصة البندورة، فنجان لبن زبادي، وفنجان زيت نباتي، ونصف فنجان خل. فيكم تضيفوا أي نوع خل بترغبوا له، ملح حسب الرغبة، أعشاب مشكلة. أنا ضفت حبق وأوريغانو، مزجت ما بين النوعين، وفيكم تستغنوا عن هاي الإضافة، بس بنصحكم إنكم تضيفوها لأنه بتعطي طعم مميز وبتشيل زنخة الدجاج بشكل كامل تقريباً، ومنحرك الصلصة بشكل كتير منيح لتتجانس معنا. منفرغ الصلصة فوق الدجاج ومنتبله فيها من كل الجهات، ومنتركه منقوع بالصلصة من ساعتين حتى ليلة كاملة. غطوا عليه وتركوه بالبراد إذا بدكم تتركوه ليلة كاملة. وبنزلوا بصينية الفرن وبغلفوا بورق الزبدي وورق القصدير، وبدخلوا على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 200 مدة ساعة ونص تقريبا، ممكن أكثر أو أقل حسب نوع كل فرن وحسب كمية الدجاج. بنصف المدة رح أطالعهم وشيل عنهم الغطاء ورجعهم مرة تانية لحتى يتحمروا معي. للكبسة بيلزمني 4 أكواب رز الكبسة، اختاروا نوعية الرز اللي بترغبوا له. رح أغسله بالماء الفاتر وصفي عنه مي أكتر من مرة، واتركه منقوع بالمي لمدة 10 دقايق تقريبا الماء الساخن. بطنجرة على النار رح أضيف معلقة سمنة أو زيت، المادة الدهنية حسب رغبتكم. ضيفي عليها توابل صحيحة، ليمون مجفف، عود قرفة، ورقة لاوريل، كم حبة كبشة قرنفل، وكم حبة هيل، وبحركهم لحتى تطالع التوابل كل ريحتها. رح أضيف عليهم حبة بصل مبروشي برش ناعم، وبحرك وبضيف عليهم حبة فليفلة خضرة كمان برش ناعم، وحبتين جزر مبروشين برش ناعم، حبتين بندورة حجم وسط كمان برش ناعم، وبحرك هالمواد مع بعضها لتتجانس معي. رح أضيف عليهم معلقة ثوم مهروس، التوابل الناعمة اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من القرفة، مع الأصغيري من توابل الكبسة، مع الأصغيري من البابريكا والفلفل الأسود والزنجبيل البودرة والهيل، وبحرك مرة تانية. رح نزل عليهم رز الكبسة وبحرك لمدة دقيقتين تقريبا، وبضيف عليهم المي. كل كوب رز بده كوب وربع مي تقريبا، ممكن أقل أو أكثر حسب نوعية كل رز. وبضيف مكعب مرقة الدجاج ماجي وبغطي عليها. بداية حتكون النار عالي، وبس تنشف مية الرز مثل ما واضح بالفيديو رح أغطي عليها مرة تانية وحركها وخفض النار لأوطى درجة، وبتركه لحتى يستوي معي. وهيك بيكون الرز صار جاهز معنا، ما شاء الله طلع كتير شهي وكتير لذيذ. رح أفرغه بجاط التقديم وهيك الدجاج بالفرن جهز معي، محمر بشكل كتير منيح ما شاء الله، ودايب دوب من دون أي سلق ومن دون أي شيء. رح أسكبه فوق الرز وأقدمه مع صلصة الدقوس مثل ما كنتم شايفين بالفيديو. رح أمسك حبة الدجاج بتفصل لحالها على قد ما أنه مستوي. إذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وصحة وألف هنا، ولا تنسوني من دعواتكم بالخير.